تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية ورقلة صبيحة اليوم الاثنين لأجل حث المرور. الحث هذا يتمثل في استدام حافلة لنقل المسافرين تشغل خط حاسي مسعود ورقلة بسيارة رباعية الدفع. الحث هذا كان على الساعة 7:50 في بطريق الوطني رقم 49 النقطة 189 كيلومتر بالبكرات. خلف هذا الحادث إصابة 19 شخص بإصابات متفاوتة.